عندنا الليسون اللي بعده اسمه الـ Exponential Function and طب its يا مستر، Application. وانا بحل الواجب امبارح، في مسائل وقفت معايا. فين اللي هم اللي انت بعتهم لي ارقامهم؟ طيب مش لحظة، انت قلت 10 و16 و22 و27، يعني نجيب 10 دي الأول. تن دي ايه؟ بيقول لك ان الترينجل اكس واي زد، في الترينجل اكس واي زد بيقول لك ان الاكس ايكوالز الواي. ماشي، بيقول لك عايز كوساين الاكس. طب اكتب الرول بتاعت الكوساين اكس، عبارة عن y بار 2 بلس z بار 2 ماينس x بار 2 اوفر 2yz، صح؟ تمام. هو بيقول لك ان ال x equals ال y، فده معناه ان ال y بار 2 هتروح مع ال negative x بار 2. صح؟ هتشيل، هيتبقى لك z بار 2 فوق، وعندك 2yz تقدر تشيل الباور 2 مع الزد، فيتبقى لك زد اوفر 2. بتشوز ايه اهو؟ تمام. انت قلت 10 وبعد كده 16، صح؟ سكستين بيقول لك هنا، بيقول لك هنا f of x عبارة عن 3 بار x minus 2. بيقول لك then the solution set of the of equation ال function بتاعت ال x minus 1 equals 81. هنا ال function بتاعت ال x minus 1 equals 81. انت هنا تبص تلاقي نفسك شلت ال x دي، حطيت مكانها x minus 1، فانت هتشيل كل x فوق وتحط مكانها x minus 1، فتبقى 3 بار x minus 1 minus 2، يديك الناتج كام؟ 81 81. فتبقى 3 بار x minus 3 equals 3 بار 4. فتقول له هنا ال base equals البيز هنا، فيبقى الباور equals الباور، فيبقى x minus 3 ب 4، فتبقى ال x بكام؟ 7. تمام. ماشي. بعد كده 22، ودي حلنا زيها السيشن اللي فاتت دي. عندي هنا 3 بار x بلس 1 بلس هنا 3 بار x ماينس 1 ايكوالز كام؟ ايكوالز 90. كنا قلنا ممكن ناخد كومون، فلو انت لا خدت هنا ممكن ناخد كومون، اه، عشان دي 3 البار بتاعها x بلس 1 ودي 3 البار بتاعها اكس، الكوفيشنت بتاع الاكس هنا زي الاكس، فتقدر تاخد كومون. ماشي، فتقدر تقول له كده هتاخد 3 بار اكس ماينس 1، تفتح براكت ايكوالز 90، فيطلع لك ده كده. لما تعمل ده divided by ده، فيديك 3 بار x بلس 1 ماينس، وافتح براكت قول له x ماينس 1، فتبقى هنا 3 بار 2 بلس 3 بار x ماينس 1 divide itself هتديك 1. وبعدين
دول كده 3 باور اكس ماينس 1 في براكت، ودول هنا 3 باور 2 ب 9 بلس 1 تديني 10 ايكوالز كام؟ 90. اعمل ديفايد هنا، ديفايد باي 10، فتشيل ال 10 دي مع الزيرو ده، فيتبقى لك 3 باور اكس ماينس 1 ايكوالز كام؟ 9. فتبقى 3 باور اكس ماينس 1 ايكوالز 3 باور 2. عندك هنا البيز زي البيز، فيبقى الباور زي الباور، تبقى x minus 1 equals كام؟ 2. فتبقى x equals كام؟ 3. ماشي؟ تمام. انت قلت بعد 22 كام؟ 27. بيقول لك the measure of the largest، انت ما خدتش الكوساين رول؟ خط الكوساين رول. طيب هو عايز ال largest angle بتاع triangle. ال triangle فيه 3 و5 و7، 3 و5 و7. طيب اعتبر دول كده، ان دول A و B و C. ال largest angle لازم يكون opposite ليها ال largest side، فانت هتجيب ال largest side اللي هو ده، الانجل بتاعتها ايه، وده الاي داش. فانت هتقول له كوساين الاي، كوساين الاي عبارة عن بي باور 2 بلس سي باور 2 ماينس اي باور 2 اوفر 2 بي سي. فيبقى عندك البي باور 2 اللي هي 25 بلس السي باور 2 اللي هي 9 ماينس 7 بار 2 اللي هي 49 اوفر هنا 2 ملتبلاي 5 ملتبلاي 3. شوف الناتج ده هيطلع كام واعمل له شيفت كوساين بالكالكوليتر. تمام. ماشي، اعمل النمبر ده شيفت كوساين، بس هو غالبا طالع بالنيجاتيف، فانت هتقول له 180 ماينس، يعني تكتبه بالبوزيتيف، يعني ده مثلا 25 و9 يبقى 34، يبقى ده تقريبا نيجاتيف 15 فوق ودي تحت 30 اللي هي بنيجاتيف 1 اوفر 2. ماشي، فانت هتقول له شيفت كوساين وتكتب له هنا 1 اوفر 2 بالبوزيتيف، هتطلع لك الانجل بكام؟ هيطلع لك الميجر بتاع الايه كده ايكوالز 60، بس هي نيجاتيف، الكوساين نيجاتيف تبقى في السكند كوادرنت، فتبقى 180 ماينس ال 60 فتديني 120، تبقى هي اوبتيوس انجلين. تمام. ماشي ماشي، عندك أسئلة تانية في دول؟ لا تمام، باقي بقى كان كله تمام. اوكي، تعال نبص كده، عندنا حاجة اسمها الاكسبوننشال فانكشن. الاكسبوننشال فانكشن دي بتتكتب بالفورم دي، f of x عبارة عن a بار x، بس بيقول لك بشرط ان ال a تكون belong لل r positive، ماشي، وتكون difference ال 1. ما ينفعش ال base تحت يبقى ب 1، لان 1 بار اي حاجة هيديني 1 على طول، فهتتحول تبقى constant لو عوضت بال 1. فما ينفعش ال substitution بتاعي تكون ال a في ب 1، لازم ال base تحت يكون belong لل r positive بس not 1. يعني ممكن تبقى كده، ممكن تبقى بالشكل ده، هنا f of x عبارة مثلا عن 2 باور x، عندي f of x عبارة عن ثيرد باور x، مش مشكلة، كل ده بيلونج للأربوز، بس ما ينفعش مكان ال a دي تبقى 1. ماشي، بيقول لك بقى ان ده كده
طبعا انت عارف ان ده كده اسمه البيز، وده كده اسمه الايه، ده كده الباور وده كده البيز. في مشكلة؟ لا تمام. هو انت بتعمل نفس السبستيتيوشن اللي انت كنت بتعوضه في اي فانكشن تاني. يعني ايه؟ يعني انت مثلا اف اوف اكس عبارة مثلا عن 2 باور اكس، هو عايز الفانكشن بتاعت ال 1 هتقول له 2 باور 1، عايز الفانكشن بتاعت النيجاتيف 2 هتبقى عبارة عن 2 باور نيجاتيف 2، دي تديك 2 ودي تديك كوارتر عادي. ماشي. تمام. انت بيقول لك بقى ما ينفعش، طبعا بما ان هو قال لك ان ال A بيلونج لل R positive difference ال 1، فلو قال لك f of x عبارة عن negative 3 bar x، لا دي ما تنفعش، دي not exponential. بس ممكن تبقى كده، ممكن تتكتب كده f of x عبارة عن في نيجاتيف بره وفي 3 باور اكس، دي صح انما دي غلط. النيجاتيف اللي بره دي تغير لك شكل الجراف، انما النيجاتيف اللي جوه دي ما تنفعش. مفهوم؟ تمام. ماشي. اللي بعده بيعرفك شكل الجراف بتاع الاكسبوننشال فانكشن. شكل الجراف بتاعها هو بيقول لك ان اي اكسبوننشال فانكشن طالما ال a greater than ال 1 يعني not fraction، يعني الرسمة بتاعتك بتطلع بالشكل ده. بتقطع هنا في بوينت، بوينت البوينت دي ايه؟ عبارة عن 0 1. ماشي. انت لما بتحط الباور بزيرو هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الناتج بون. فقلت 3 باور 0، 5 باور 0، 9 باور 0، تمام، دايما هتديك كام؟ 1. فهنا دايما حضرتك البوينت دي بتقول ان 0. هي تبع الار بوزيتيف. هتقطع الانترسبشن هنا مع الار بوزيتيف، ايوه، في البوينت 0 1. طب الوان بقى اوبن صح؟ ليه اوبن؟ عشان الزيرو مش تبع الار بوزيتيف. عشان الزيرو مش تبع الار بوزيتيف. طب ايه المشكلة؟ هو ايه المشكلة في الزيرو هنا؟ هو مش انت الدومين ده بتاخده على الاكس، تمام. والاكس ده تبع الباور مش تبع البيز. يعني هي مثلا 3 باور اكس مثلا، فتبقى 3 باور 0، 3 باور 0 1. لو هي مثلا 5 باور اكس فهتبقى هي 5 باور 0 تديني 1. لو هي هنا هاف الاكس فهتبقى هاف باور 0 برضه هتديني 1، فدي ما فيهاش مشكلة. الدومين ده تبع الاكس مش تبع الاي. ال A دي ممكن نحدد منها الرينج، يعني النواتج بتاعتي اللي هتطلع لي على الواي دي اللي ممكن نحدد منها الرينج. يعني هنا لو انت عايز تقول الدومين هنا هتقول ايه؟ هتقول كل حاجة من نيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي اللي هي الار. طب لو عايز تقول الرينج، بص على كده، انت عندك الكيرف بتاعك ده هيفضل يعني جاي من النيجاتيف انفينيتي هنا، ماشي، هيفضل ينزل 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 بس عمره ما هيلمس الزيرو.
ماشي، وهيفضل طالع فوق لحد البوزيتيف انفينيتي. بس انت عايز الجزء اللي هنا من هنا لهنا، هو ده طالع فوق عشان ده الرينج. فالجزء ده بالنسبة لك عبارة عن زيرو اوبند، عشان هي عمرها ما هتبقى زيرو لحد البوزيتيف انفينيتي اللي هي احنا بنقول عليها ار بوزيتيف. انت الرينج بتاعك دايما بتحدده على الواي، تشوف الكيرف مديك ايه على الواي وبتاخد الفاليوز بتاعت الواي. فانت كل الفاليوز اللي فوق الاكس اخدتها تمام، ما عدا ان هي توصل للواي بزيرو، عشان هي اصل ده فراكشن. كل شويه الفراكشن يعني، بص هي مثلا لو كانت 1 اوفر 2 بعد كده هتبقى 1 اوفر 4 بعد كده هتبقى 1 اوفر 8 وهكذا. هيفضل الفراكشن يصغر 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 يصغر، بس عمره ما هيوصل زيرو تمام. فهي الفراكشن هيفضل ينزل ينزل، فالكيرف هيفضل نازل كده، بص نازل 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 نازل، بس عمره ما هيلمس الايه، عمره ما هيلمس الزيرو. مفهوم؟ طيب بيقول لك الفانكشن دي بتبقى انكريزنج طبعا اون اتس دومين، ده لما ال a بتبقى greater than ال 1. طيب تعال نشوف الرسمة التانية. لو عندنا ال a greater than 0 و smaller than 1، يعني fraction، يعني الرسمة تطلع fraction، فده معناه ان هي هتبقى بتقل، فهي برضه هتقطع، هتعمل هنا الانترسكشن بتاعك هيبقى هنا برضه عند البوينت دي اللي هي 0. ماشي. طبعا بيبقى دي اسمها ديكاي. الاولى دي كان اسمها جروس. جروس يعني ايه؟ يعني هي فيها نمو وهي بتزيد. ماشي. انما دي كده اسمها ديكاي. ديكاي دي هي بتقل، اللي هي تضاؤل، يعني هي نازله لتحت تفضل تكش تنكمش، يعني بتقل. ماشي. وطبعا بيقول لك ان دي طبعا decreasing on its domain. ماشي. يعني هو بيقول لك دايما ان الكيرف بتاع الاكسبوننشال فانكشن دايما بيباس ثرو البوينت 01، لو انت لاحظت في الرسمتين. ماشي. بيقول لك هل الفانكشن دي 1 تو 1 ولا لا؟ انت كنت بتعرف منين هي 1 تو 1؟ من الجراف برسم اللي هو الهوريزونتال لاين. وتشوفها انترسكت في كام بوينت. وهنا هتبقى 1 تو 1 علشان هي دي 1 تو 1 مظبوط. طيب لو رسمنا هوريزونتال مش هنعمل انترسكت على بوينت واحد. ماشي. هو بقى ممكن يجي يديك فانكشن ويقول لك ارسمها لي. طبعا ده سؤال سهل يعني، ما فيهوش حاجه، ان هو هتلاقي اسئله كتير عندك في الكتاب مديك فانكشن وهو رسمها وعايز يعمل سبستيتيوت بحاجه معينه. بس مثلا لو جه قال لك، مثلا عندك f of x عبارة عن مثلا 2 باور اكس وبره كده بلس 1، هو الطبيعي ان الفانكشن دي بس لحد هنا بس بتترسم كده وبتقطع في البوينت هنا كام؟ 0 1 صح؟ طيب لما نزود عليها دي فلا، فده معناه ان هي تطلع فوق شوية فتعمل كده، فيبقى هنا مثلا 1 يبقى هنا في 2، يبقى هي تقطع في البوينت 0 و 2. ماشي.
معايا يا احمد؟ تمام. فلما اللي بيتغير ده بعيد عن الاكس يبقى انت بتتغير على الواي، ماشي؟ فبدل ما هي كانت بتقطع في 0 1، لا دي بلس 1 فتطلع فوق، تبقى الانترسكشن بتاعك يبقى 0 2. يعني مثلا لو كانت 2 باور اكس بلس 3 فهي كانت بتقطع في 0 1، لا كده هتقطع في 0 4، هتبقى كده، هتبقى كده. فالبوينت دي 0 ايه وفور، ماشي؟ انما لما يبقى التشنج بتاعك في الاكس نفسها، فهتبقى مثلا الاف اوف اكس مثلا عباره عن 3 باور اكس ماينس 1، لا ده اكس ماينس 1. احنا دايما في الاكس بنعمل العكس، يعني لو المسألة الطبيعية اكس، لو هي اكس ماينس 1 يبقى انت هتتحرك ناحية البوزيتيف، تتحرك ناحية الرايت سايد. فمثلا هي كانت بتقطع عند 0 1، ماشي؟ ادي الاوريجين اهي وادي ال 1 اهي، لا هي هتتحرك واحدة ناحية الرايت سايد فهتتحرك كده. فهتقطع هنا عند ال 1 وال 1. بس هي كده كده اصلا ممتدة للنيجاتيف انفينيتي، من نيجاتيف انفينيتي. ماشي، قصدك من هنا يعني؟ من الناحية دي صح؟ اما هي بقى مش هتطلع، هتكمل. قصدك طالعة لفوق يعني كده؟ ايوه ماشي، ما هتفضل مكمله مش مشكله، ما احنا ما قفلناهاش. انا هنا لا، انا هنا بوضح لك بس ان لما الباور كان اكس بس كانت بتقطع في 0 1، طب بقت اكس ماينس 1، لا دي تتحرك 1 يونت في الرايت سايد، فاهمني؟ فهتبقى بدل ما بتقطع في 0 1، لا هتبقى 1 1. طيب بيقول لك مثلا لو انا قلت لك كده، قلت لك مثلا 2 باور اكس بلس 1 ايكوالز 4، عايزك تحلل الاكسبوننشال ايكويشن دي بالجراف الاول. بس انت تعرف انت اصلا بتحلها ازاي الجبريكلي؟ هنا 2 باور اكس بلس 1، هتخلي الفور دي 2 باور 2 وتقول له سنس ان البيز ايكوال للبيز، يبقى الباور زي الباور، يبقى اكس بلس 1 ايكوال 2، فتطلع لك الاكس بكام؟ ب1. طب لو عايز تحلها بالجراف، لو عايز تحلها بالجراف هتعمل كده، ادي الكوردينيتس اهي، ادي الكوردينيتس عندك نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 1 2 3 4 5، 1 2 3 4. انت عندك 2 فانكشنز، انت عندك هتسمي واحده اف اوف اكس اللي هي عبارة عن 2 باور اكس بلس 1، وهتسمي واحدة ار اكس اللي هي عبارة عن 4، ماشي؟ طيب عوض عادي في ال 2 اكس بلس 1، عوض عادي بالزيرو، عند الزيرو 0 بلس 1 فتبقى 2 باور 1 تديك 2، ماشي؟ وبعدين وعندك 1 بلس 1 تبقى 2 باور 2 تديك 4، طب حط نيجاتيف 1 فتبقى 2 باور 0 تديك 1، وهكذا. فهيبقى الكيرف بتاعك نازل كده وطالع فوق كده.
طيب الفانكشن التانية اسمها ايه؟ اسمها اف، اسمها ار اكس، ار اكس ايكوالز 4، فدي كونستنت. ار اكس ب 4، فالكونستنت دي عند ال4 عاملة كده، عاملة كده بالشكل ده. تيجي تشوف الانترسكشن بتاع الكيرف بتاع الاكسبوننشال والستريت لاين بتاع الكونستنت فانكشن، تيجي 1 دي، و 4 فهنا عن على الواي مدياك 4، طب على الاكس مدياك 1، فانت عايز الاس اس دي دايما بتبقى مع الاكس، هتبقى دي الاس اس. الاس اس هنا طلع بكام؟ بون. حتى انت لما حليتها هنا جبري كده طلعت لك الاكس بكام؟ الاكس بون. ماشي. تمام. طيب بص، دي بيقول لك، بيقول لك انا عندك f of x عبارة عن 3 بار x، بيقول لك بروف، بروف كده ان الفانكشن بتاعت ال x بلس 5 بلس الفانكشن بتاعت ال x بلس 3 over الفانكشن بتاعة ال x بلس 3 بلس الفانكشن بتاعة ال x بلس 1. بيقول لك بروف ان كل ده يطلع لك الفانكشن بتاعة ال ايه؟ ال 2. طيب عندك ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد، عايز تعمل لهم بروف، هات الصغيرة دي الأول. طبعا الأسهل هو الفانكشن بتاعت ال 2 هتبقى 3 باور 2 ب 9. ماشي، يبقى انت عندك الرايت هاند سايد، الرايت هاند سايد كده عبارة عن 9، يبقى انت المفروض تطلع الليفت هاند سايد هو كمان بكام؟ ب 9. هيبقى عندي هنا 3 باور اكس بلس 5 ماشي، بلس يبقى انت هنا عندك فراكشن، بعد كده عندك زي ما انت بتقول 3 بار اكس بلس 5 بلس 3 بار اكس 3 بلس بار 3، اكس بلس 3 اوفر وتحت 3 بار اكس بلس 3 بلس بلس 3 بار اكس بلس 1. هاخد كومون فاكتور هتاخد ايه بقى؟ ال 3 بار اكس بلس 1. من كله ماشي، خد 3 بار اكس بلس 1 اهي، بدي ايكوالز كده 3 بار اكس بلس 1، افتح براكت دي اكس بلس 5، فلما نعمل ماينس فتديني 3 بار 4 بلس 3 بار اكس بلس 3، ناخد منها بار اكس 2 بلس 1 تبقى 3 بار 2، تحت 3 بار اكس بلس 1 نفتح براكت فتديك 3 بار 2 بار بلس 2 1، بلس 1 تشيل دول مع بعض فيتبقى لك فوق دي بس بكام؟ ب 81 بلس 9 9 اوفر اوفر 10، فتديك 90 divided by 10 9 over 10 يديني 90. فتديك 9، فيبقى عندك ال left hand side زي ال right hand side. ماشي. تمام. طيب عندك حاجة اسمها ال exponential growth. exponential growth دي ليها function، دي لازم تبقى عارف ال function بتاعت ال t عبارة عن a multiply 1 plus ال r all power t، دي اسمها exponential exponential growth. تبقى فاهم كده ان ال a ده constant، ان ال a is the initial value. يعني ايه ال a دي كده؟ بتعبر لي عن ال initial value. initial value
يعني الفاليو الأصلية بتاعتك و ال R دي بتعبر عن البرسنتج. ال R دي بتعبر عن البرسنتج، النسبة المئوية بتاعتك، وال T دي اللي هو ال interval، التايم انترفال. يعني انت عشان تبقى فاهم، يعني بص كده، المثال مثلا على الاكسبوننشال جروث، ان انت مثلا حطيت فلوس في البنك مثلا، فالفلوس دي بتاخد عليها برسنتج، بتاخد عليها بروفيت، تمام. ماشي؟ هو يجي يقول لك مثلا احنا عايزين تعمل لي فانكشن بتعبر عن الاكسبوننشال جراس. فمثلا لو انت خدت اكزامبل كده، الاكزامبل بيقول لك فيه ايه؟ بيقول لك مثلا ان احمد مثلا بوت ا هاوس باي 135، لا 1 مليون 300 350,000 ايجيبشن باوندز. فده معناه ان الاي بتاعتك ب 1350000. طيب بيقول لك its price increases at the rate of 2.5%، يبقى الار بتاعتي عبارة عن 2.5 بس percentage، ماشي؟ بيقول لك write the exponential function which represents the price of the house after n years، ماشي؟ تبقى انا عندي ال F of T عبارة كده عن ال A اللي هي 100 1 مليون 350,000، نفتح البراكت، المفروض بنحط له 1 بلس ال R اللي هي 2.5 over 100 عشان هي percentage all bar ال N.